ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكون كل حاجه خير. ليه كنت بسال زميلاتي في النشره على مساله يا ترى هل النشره فيها حاجه تدعو للتفاؤل؟ لان انا لاحظت ثلاث اخبار ورا بعض مهمين جدا. الخبر المتعلق بالنشاط الرئاسي وفخامه الرئيس النهارده واستقباله لرئيس مجلس رئاسه البوسنه والهرسك من ناحيه، ايضا الخبر المتعلق بوزير الخارجيه سعاده السفير سامح شكري، ايضا الخبر برئيس مجلس الوزراء دولة الدكتور مصطفى مدبولي. انت شايف هنا التلاتة كل حد بيتحرك في اتجاه، الرئيس بيتحرك في اتجاهات ومهام، هتشوف وزارة الخارجية بتشتغل في اتجاهات ومهام، تلاقي رئاسة مجلس الوزراء بتشتغل في اتجاهات ومهام. ده موضوع يمكن كان حاصل بطبيعة الحال، وليه هقولك بطبيعة الحال، في مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا. مصر في العشر سنين اللي فاتوا أصبحت عاملة زي مكنة، مصنع فائق القوة، مصنع عاوز يثبت نفسه قدام كل اللي حواليه. احنا اتأخرنا كتير جدا يا جماعة، اتأخرنا كتير جدا زمان قبل العشر سنين دول على الصعيد السياسي، وبالتحديد وبمنتهى الدقة في ان احنا نحتل دورنا الطبيعي او نلعب من خلال دورنا الطبيعي او نلعب في اطار دوائرنا الحيوية بالشكل اللي يناسب حجمنا احنا ويناسب تاريخنا احنا كمصر ويناسب مركزيتنا في المنطقة. ده واحد. طيب غير كده ايضا احنا اتاخرنا جدا اقتصاديا، وبالتالي كنا نحتاج الى ان احنا نقفز ونطير اذا استطعنا يعني في وقت من الاوقات هنا. وطبعا تحركنا الدبلوماسي، مصر عندها اكبر قوه واهم واقدم جهاز دبلوماسي موجود في المنطقه بالكامل، واحد من اعرق واقدم الاجهزه الدبلوماسيه اللي موجوده في العالم. بس كنا محتاجين المزيد من الحيوية، المزيد من النشاط، المزيد من الفعالية. عندنا كوادر عظيمة طول الوقت، أبدا مصر لم تخلو من كوادرها السياسية والدبلوماسية وحتى القنصلية وما إلى ذلك، لكن كنا محتاجين مساحة رحبة للحركة. العشر سنين اللي فاتوا دول شفنا ده، لكن لو جيت ركزت في مرحلة، لو صح تعبير، الأزمة، وانت بتركز في مرحلة الأزمة يعني أجد عندي هذا العدوان السافر الغاشم على الأراضي الفلسطينية سواء إذا كان على غزة أو على الضفة، وهنا لا أفرق ما بين الاثنين لأن العدوان بيستهدف الضفة وبيستهدف غزة مش غزة بس، ودي حاجة مهمة جدا. فهنا بتشوف الدور المصري بيتحرك إزاي، أو هنا بتشوف اللاعب الأساسي الرئيسي في المنطقة جمهورية مصر، مصر. هنا بتشوف الرئيس المصري ازاي هو رئيس قوي وقادر في نفس الوقت وهو يمتلك هذه القوة قادر على انه يجمع الخيوط مع بعضها. يجمع الخيوط مع بعضها يعني ايا كان شكل التباينات في وجهات النظر على مستوى اقليمي، مستوى دول جوار الاقليم، المستوى الدولي الى اخره، لكن عندما اتى الامر للقضيه المركزيه وهي الصراع العربي الصهيوني في المنطقه فكان الرئيس قادر على جمع كافه الخيوط في القاهره. فتجد ان واشنطن في القاهره، برلين في القاهره، باريس في القاهره، لندن في القاهره، مدريد في القاهره، بطبيعه الحال طبعا الاشقاء العرب في القاهره، وبعدين تذهب الى مستويات اخرى وهي دول ايضا من الفواعل في الاتحاد الاوروبي في القاهره، في القاهره انا بكلمك هنا يعني يقول لك باي فلاش، هم نفسهم بلحمهم ودمهم وشحومهم موجودين كانوا في القاهره، الكثير من رؤساء الحكومات ان كانت الحكومات دي حكومه، اسف، ان كانت هذه الدول يعني على راسها يقوم رئيس حكومه او رئيس الدوله او الملك او السلطان او الامير في القاهره بنفسه. طبعا ده بجانب عشرات الاتصالات اللي بتحصل. في نفس الوقت بتجد وزير خارجيتنا يتحرك في مختلف عواصم العالم واهم المؤتمرات وما الى ذلك. طيب وعلى المستوى الاخر هنا هرجع على أزمة اقتصادية طاحنة مرينا جميعا في هذا العالم بالكورونا ثم بالحرب الروسية الأوكرانية. تمام؟ فتجد رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي هو أيضا يتحرك ما بين القادمين إلى القاهرة وما بين من يذهب لملاقتهم والاجتماع معهم، زي ما احنا شايفين مثلا الاجتماع مع بيلاروسيا على سبيل المثال، انه طول الوقت احنا بنتحرك. لما تجد في نفس اليوم في عندك هذا النشاط، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الخارجية، هنا تفهم مصر حجمها عامل ازاي. طيب تعال هاخدك على
النهاردة الرئيس أكد على إيه؟ الرئيس أكد على إنه الموقف المصري راسخ في إيه؟ في احترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، صح كده؟ طيب، واستعدادها استعدادنا إحنا يعني المصريين للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل اللي بيحقق الاستقرار والتنمية فيها. ده موقف. موقف يعني إيه؟ يعني موقف الرئيس بيحدد رؤية الدولة وحدة الأراضي، وبالتالي هنا مصر ما عندهاش كلب مكيالين، فعندما تتحدث عن فلسطين فهي تستطيع جدا انها تتحدث زي ما يقولك كده بقلب جامد، لانه موقفها ما هوش فيه ازدواجية للمعايير او تعددية للمعايير او ازدواجية في المكاييل، لانه انا اتعامل مع البوسنة والهرسك كيفما اتعامل معه، اتعامل مع ما يحدث في اقصى الارض من مشارقها لمغاربها بنفس ذات المعايير. طيب، بدأنا المؤتمر الصحفي، وخلال المؤتمر مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دانس بتروفيتش اوضح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان المباحثات كانت بتشهد ايه بقى؟ استعراض جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ما بين البلدين، وده جزء من كلام الرئيس، وهنرجع نكمل الكلام، خليكم معانا. لقد كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحملت مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك. وأود في هذا الصدد أن أؤكد موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها. كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرا على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متمنين التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد. السيدات والسادة، لقد أجريت مع فخامة الرئيس اليوم مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين. كما شهدت المباحثات استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أكدنا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها، بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن ترحيبنا بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة، وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين. طيب، تعالى يعني، واحنا بعد ما سمعنا كلام فخامة الرئيس، الرئيس أولا استخدم مصطلح أو كلمة أجريت اليوم مع رئيس البوسنة والهرسك مباحثات مهمة، هو الرئيس استخدم كلمة مهمة. طيب، وفي نفس الوقت التهنئة بأنه فتح الباب أمام البوسنة والهرسك لإجراء المفاوضات لانضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي. طيب، هنا بقى لازم ترجع بذهنك لورا حبتين، يعني أنا دلوقتي الرئيس بيقول لنا إن إحنا بنبدأ نشتغل على تعاونات مشتركة اقتصادية واستثمارية و و و مع البوسنة والهرسك كدولة، ده كده العلاقة الثنائية المباشرة. ارجع بظهرك لورا كده شهر ونص، أظن شهرين، هتجد أنه أنا مصري يعني عملنا إيه؟ إحنا عملنا عملية ترفيع لمستوى العلاقات ما بيننا وما بين الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الإيه؟ أيوة، الشراكة الاستراتيجية. اوعى تغفل أو تتناسى أو تظن أنه كلمة ترفيع مستوى العلاقة للشراكة الاستراتيجية ده أمر عادي أو سهل أو بيمر كده عادي، لا خالص، أو أنه يعني ما فيش فيه مشكلة، أو أنه شكل بروتوكولي على الإطلاق. أعلى مستوى للعلاقات ما بين الدول هو الشراكة الاستراتيجية، فإحنا في مصر القاهرة وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية ما بينها وما بين الاتحاد كله على بعضه، بس كده؟ لا، مصر عندها بقى إيه؟ العلاقات الثنائية المباشرة ما بينها وما بين دول الاتحاد،
وده شيء مهم جدا. طيب هل تتوقع انه برضو هذا الاجتماع اللي تم النهارده ما بين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البوسني دينيس بيتروفيتش هو مجرد بس اجتماع عشان العلاقات الثنائيه ما بين البلدين؟ لا طبعا، ما هو الملفات الاقليميه والدوليه كانت مطروحه، الاهتمامات المشتركه كانت مطروحه، الحديث طبعا تطرق الى ضروره حل الدولتين، يعني يبقى في عندي دوله فلسطينيه مستقله كامله السياده، خد بالك كامله السياده ولها عاصمه، وان هذه العاصمه طبقا للمقاربه المصريه الواضحه والمعلنه هي القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. في الحالة دي لازم تبقى فاهم احنا بنتحرك ازاي. احنا بنتحرك على اللي انا كنت بقولك من شوية، الرئيس بيجمع كل الخيوط للفواعل الدولية للوقوف على أرضية. ايه هي؟ لا اوعى تفتكر ان الأرضية اللي احنا عايزين نقف عليها او انه غرض الرئيس وهدفه هو ايقاف كامل للضرب والعدوان او الهدنة، لا المسألة ابعد من كده. الأرض اللي الرئيس عاوز الكل يقف عليها تصبح أرضا مشتركة وهدف للكل هو ان احنا يبقى فيه عندنا حل الدولتين، ان هو ده الحل النهائي للصراع العربي الصهيوني في المنطقة، وحل الدولتين القائم على حدود 4 يونيو 1960، وحل الدولتين اللي قائم على ان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. هذه التجميعة هي تقدر تسميها كده الأقرب إلى إيه؟ يقول لك بره لوبي، يعني فكرة التكتل أو التحالف السياسي. نحن لدينا هم مشترك أو قضية مشتركة أو هدف مشترك اسمه هنحل الأزمة بتاعة الصراع العربي الصهيوني. أيوه عاوزين نحل الأزمة بتاعة الصراع العربي الصهيوني. إحنا عايزين الحل يبقى نهائي. أيوه. طب إحنا عايزين الحل عادل. أيوه. الحل العادل يا جماعة هو حدود 4 يونيو وإن القدس الشرقية لفلسطين عاصمة، مش لفلسطين وبس. ما خد بالك الشيطان فين؟ يكمن في التفاصيل. هيجي يقول لك طب خد القدس الشرقية بس ما تبقاش هي العاصمة. ممكن يجي يقول لك مثلا العاصمة في رام الله. لا، العاصمة هي القدس الشرقية. ده شيء مهم جدا. أخيرا وليس آخرا، مش عارف يعني لدي ما يمكن أن نعتبره رسالة إلى فخامة الرئيس. أفندم كلنا 110 مليون مواطن، كلنا داعمين واثقين مؤمنين مؤكدين انه احنا واثقين 100% وداعمين لاي قرار هتتخذه سيادتك، واحنا وراك بعقلنا وبقلبنا وبروحنا وبدم زي ما يطلع. ال 110 مليون مواطن احنا ورا سيادتك. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طيب نحن نتحدث على اهم الملفات الاقليميه والدوليه ذات الاهتمامات المشتركه اللي ما بيننا وما بين العالم، ده بالتاكيد مما لا شك فيه، ما بيننا وما بين الاوروبيين برضو مما لا شك فيه، ما بيننا وما بين البوسنه وده شيء مهم جدا. خلونا نستقبل على التليفون بكل الترحيب دكتور رامي عاشور، استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور رامي. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وكل الساده المشاهدين. وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. دكتور رامي، مهم ان احنا نشوف ايه هي الاهتمامات اللي بتحظى او الملفات اللي بتحظى باهتمام مشترك ما بيننا وما بين البوسنه، والى اي مدى لدينا وجهات نظر متقاربه تحديدا في الملف الاقليمي. يعني هو طبعا هو في البدايه العلاقات ما بين مصر والبوسنه هي علاقات متنوعه ومتعدده، يعني في منها شق سياسي وفي منها شق اقتصادي وايضا في منها شق ثقافي اللي هو القوى الناعمه. طيب الشق السياسي، يعني عايز اقول لحضرتك يعني البوسنه لما استقلت عن يوغوسلافيا في بدايه التسعينيات تحديدا سنه 92، مصر كانت من اوائل الدول في العالم اللي اعترفت بالبوسنه. صحيح. بعد ما استقلت من يوغوسلافيا، وبالتالي هنا في زي يوغوسلافيا، يعني نقدر نقول البوسنه مدينه بالفضل لمصر على المستوى السياسي. لا مش بس كده، كمان انا عندي طبعا البوسنه استقلت بعد حرب خاضتها، وبالتالي كانت في بنيه تحتيه اتدمرت. مصر ايضا ساهمت في اعاده الاعمار في البوسنه من خلال
الوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه اللي هي تحت اشراف وزاره الخارجيه، وبالتالي الدور المصري هنا كان له زي داعم بشكل سياسي واقتصادي للحقوق المكتسبه للشعب اللي عانى او طالب بحق تقرير المصير كجزء من حقوقه اللي هي حقوق الانسان. وده نحط تحتيه 1000 خط ارتباطا بالموقف بتاع البوسنه تجاه الفلسطينيين، واللي الرئيس السيسي اتكلم عليه بشكل ما او باخر تاكيدا على موقف مصر من حل الدولتين ودعم القضيه الفلسطينيه، لان البوسنه هنا هيبقى ميال لدعم القضيه الفلسطينيه وحقوق الفلسطينيين زي ما هو عانى وقدر ياخد حقوقه، هو ايضا مع الفلسطينيين في تحقيق او استرداد حقوقهم. وبالتالي ده الشق السياسي. الشق الاقتصادي في منفعه متبادله ما بين مصر وما بين البوسنه. المنفعه هنا جايه من ان البوسنه لها عضويه في كتير جدا من اتفاقيات التجاره الحره في اوروبا، بالرغم ان البوسنه لحد النهارده ما دخلتش الاتحاد الاوروبي، لكن هي في مساعيها ان هي تبقى عضو من الاتحاد الاوروبي، لكن بالرغم من كده هي عضو في كتير العديد من اتفاقيات التجاره. طب ده هيعمل ايه؟ ده هيفيدنا احنا كمصر ان في سعي النظام المصري للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ان هو عايز يعزز تصدير المنتجات المصرية لأوروبا. طب يعني هيصدرها من اكتر من مدخل، لكن البوسنة هنا طالما دولة لسه ناشئة هي بتبقى عايزة تعزز التنمية الاقتصادية بتاعتها، وبالتالي هتبقى فرصة كبيرة جدا لمصر ان تتحول مصر من خلال البوسنة لمركز توزيع ومركز صناعه لتوزيع المنتجات المصريه لاوروبا من خلال البوسنه. طيب البوسنيين محتاجين نفس القصه. ليه؟ انا هنا مصر بالنسبه للبوسنه برضو نفس الفائده، مصر عضو في اتفاقيه الكوميسا، اي مستثمر من البوسنه هيبقى يحتاج مصر ان هو يجي يصدر منتجاته لمصر تجاه القاره الافريقيه، 53 دوله افريقيه بجانب مصر هيقدر يصدر لهم المنتجات بزيرو جمارك. وبالتالي لان مصر عضو في الكوميسا، وهنا ما البوسنه هتستفاد زي ما مصر هتستفاد، عشان كده قلت لحضرتك المنفعه هنا متبادله. الشيء الاجمل من كل ده على المستوى الثقافي، معظم مسلمي البوسنه ايديولوجيتهم او مرجعيتهم اسلاميه من الازهر الشريف هنا في مصر. صحيح. وبالتالي المساله هنا ده عمل ثقل للقوى الناعمه المصريه هيخدم على النفوذ الاقتصادي والنفوذ السياسي، وهيخدم على توأمه المواقف السياسيه ما بين مصر والبوسنه تجاه القضايا الاقليميه والتحديات اللي موجوده في الشرق الاوسط، وعلى راسها طبعا القضيه الفلسطينيه. عظيم جدا. طيب يمكن اللي بشوفه شويه هو انه احنا بنجمع العواصم اللي ممكن تبقى واقفه معانا على نفس ذات الموقف المتعلق بالقضيه المركزيه الا وهي الصراع العربي الصهيوني في المنطقه. الى اي مدى تجميع هذه العواصم او خلق لوبي سياسي من الممكن ان يساهم في حل هذه القضيه؟ انا بتكلم هنا على مدى قريب يبدا اولا بهدنه، يذهب الى وقف قيم لاطلاق النار، ثم اطلاق بقى مفاوضات شامله كامله تاخذ بالتاكيد وقتها للوصول لحل الدولتين. ده حقيقه جدا على السؤال ده. بص يا فندم، مصر طبعا هي لولا الزخم الاعلامي اللي حضراتكم عملتوه في تسليط الضوء على الجرائم اللي بتعملها اسرائيل، جرائم الاباده الجماعيه، هنا حصل تاثير او تشويه لسمعه اسرائيل على مستوى الراي العام العالمي. طيب العواصم اللي حضرتك ذكرتها ان ممكن يحصل لوبي مثلا للعواصم دي ان هو يناهض السياسه الاسرائيليه، ده بالفعل دلوقتي في مؤشرات ليه بسبب التظاهرات اللي حصلت في اكثر من دوله. صح. وكان اللوبي ده اتعمل بالفعل بس على المستوى الجماهيري، لسه ما وصلناش للمستوى الرسمي او المستوى الحكومي. لكن المكسب في كل ده ان اسرائيل فضلت على عقود بتصنع صوره ذهنيه معينه تجاه شعوب العالم، حتى المساله هنا عشان تكسب تعاطف وتروج للمظلوميه الاسرائيليه ان هم ناس اجدادهم اتعرضوا للهولوكوست وهم اصحاب تقدم، وفي نفس الوقت يعملوا نوع من الدعم المجتمع على مستوى الراي العام العالمي. اضافه لده يا فندم ان من اهم الحاجات هنا ان اسرائيل كانوا بيتباهوا رئيس الوزراء الاسرائيلي يوم 31 ديسمبر كل سنه بيطلع يهني اخواتنا المسيحيين في الشرق الاوسط كله ويدعوهم لزياره اسرائيل. اي اسرائيل بقى؟ الدوله الديمقراطيه الوحيده في الشرق الاوسط، ويفضل يلقح كده على اكثر من دوله ويستدرد، والكلام ده بيقوله علنا لان اسرائيل بتتباهى ان هي فيها مساجد وكنائس وان فيها مسلمين ومسيحيين وهكذا، فبالتالي بيحاول يصدر او ياكد
على صورة ذهنية في أجيال وفي عقول أجيال متعاقبة إن إسرائيل دولة سلام ودولة عدل. وبالتالي الإعلام مصر هنا لما سلط الضوء على المجازر اللي إسرائيل عملتها هو كشف الفضيحة دي أو فضح وبين سمعة إسرائيل الحقيقية بأن كل اللي اتصنع خلال عقود هو عبارة عن وهم زائف. صحيح. عشان كده المظاهرات اللي حصلت واللي شفنا ان هي حصلت في اكتر حتى داخل الجامعات في الولايات المتحده الامريكيه وعواصم دول كتير هي بتاكد على ان حصل احتقان او فجوه ما بين الصوره الذهنيه اللي اسرائيل فضلت لسنوات تصنعها وما بين الواقع الناتج عن ممارسات اسرائيل وفتح الممارسات دي من خلال الاعلام المصري من جهه وحتى يعني نقدر نقول برضو قناه الجزيره سلطت ضوء شويه لكن الاعلام المصري سلط ده لان مصر من اكثر الدول الرافضه لسيناريو التهجير اللي هو كجزء من كل من خلال السياسه الاسرائيليه وحتى المخابرات العامه المصريه بتعمل اجواء تفاوضيه اكثر من مره للوصول لهدنه مؤقته حتى ليه لان الهدنه المؤقته هي مرحله مؤقته من الكل المرحلة المؤقتة هنا البيئة الخصبة اللي هتوفر التفاوض للطرفين عشان يوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. طب أما أن الأوان أن العالم يبدأ يتعامل مع إسرائيل بالمنطق والواقع ألا وهو أنها الدولة الوحيدة الباقية على ظهر البسيطة اللي بتمارس الاحتلال الكولونيالي، يعني ليه العالم متغافل عن ده؟ أنا بسألك السؤال ده دكتور رامي في إطار المكالمة اللي تلقاها النهاردة فخامة الرئيس من جو بايدن واتكلموا في هذا الاتصال الهاتفي على مسألة ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإقرار هذه الهدنة وإنه نبدأ نشتغل على الحلول النهائية لهذا الملف. إزاي عالم يصف نفسه بأنه العالم الحر لكنه يتعاطى ويتعامل ويؤيد ويدعم دولة هي الأخيرة في العالم بوصفها دولة احتلال كولونيالي؟ ممتاز. بص يا فندم، اسرائيل هي هرجع تاني لنفس القصة، الصورة الذهنية اللي بتوظفها نعمل فلاش باك على اللي حصل في 7 اكتوبر. لو طلعت حضرتك اسرائيل ما ردتش في نفس اليوم، لا دي ردت يوم 9. ليه؟ لان كان لازم ترويج ان اللي عملته حماس في 7 اكتوبر هو جرائم حرب بتستدعي مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس، وبالتالي صوروا صور الضحايا وصور القتلى الإسرائيليين عشان يستعطف الرأي العام العالمي تجاه إسرائيل ويقف معاها في الثأر لنفسها ووقع في فخ الصور المضروبة. بالضبط. المسألة هنا أن الدفاع الشرعي عن النفس كان مجرد كفر أو تمويه لجرائم الإبادة الجماعية اللي بتعملها إسرائيل. طيب هنا هنلجأ هنرجع تاني للمجتمع الدولي. للأسف المجتمع الدولي بيقف عاجزا أمام أي طرف بيستخدم القوة في العلاقات الدولية، لأن المجتمع الدولي ممكن يضحك عليه أو ممكن يستسلم بإزدواجية المعايير، لأن ما سبقش أن المجتمع الدولي أنقذ شعب ضعيف من طرف بيستخدم القوة تجاهه. وعلى سبيل المثال أهو الأوكرانيين موجودين دلوقتي محدش أنقذهم، ومحدش أنقذ العراقيين في 2003 ولا أنقذ المسلمين في ميانمار. وبالتالي المسألة هنا هنلجأ للأسف استخدام القوة، حتى القانون الدولي والمواثيق بتقف عاجزة. وللأسف السياسة هنا نفسها فندم ما بتعرفش إلا المصلحة، وبالتالي في دول من مصلحتها تتعاون مع إسرائيل هتلاقيها بتغض الطرف عن ما يحدث. على سبيل المثال روسيا من مصلحتها استمرار الحرب ده. ليه؟ لأن إسرائيل بتستنزف الدعم الأمريكي اللي هو كان المفروض يروح لأوكرانيا، وبالتالي للأسف المصلحة هنا هتلاقي في ناس من مصلحتها استمرار المجازر دي. بس هرجع وأقول لحضرتك الدور والباقي مش على اللي بيستخدم القوة في العلاقات الدولية فقط، على اللي اداله الفرصة أساسا ان هو يعمل ده. يعني معناها ايه؟ انا يا فندم لو دارس اللي هعمله في 7 اكتوبر ان هيترتب عليه قتل 34,000 واحد وإصابة 78,000، انا دارس ان هيحصل كده وعملته يبقى انا واحد مجرم، ولو انا مش دارس ان هيحصل كده وعملته يبقى انا واحد فاشل. وبالتالي لازم اتسأل ولازم يبقى فيه محاسبه. انا عندي دايما بقول ان بعمل مقارنه، يعني اسمح لي حضرتك اعرضها المقارنه هنا ما بين اللي حصل 7 اكتوبر. بس في حاجه يا دكتور، يعني علشان ابقى يعني منصف لو صح التعبير، في النهايه ما حدث في 7 اكتوبر من قبل المقاومه الفلسطينيه او حتى لو ارادنا تسميتها بحركه حماس تحديدا، اللي حصل في 7 اكتوبر هو نتيجه طبيعية جدا لتراكم من الانتهاكات والمذابح اللي كانت بتحصل بالأساس في الضفة، مش هقولك بقى في غزة، كانت بدأت في الضفة لمدة سنة ونص متوالية انتهاكات
وإبادة ومذابح واستهداف ودخول مستوطنين على القرى الفلسطينية، وأيضا طبعا لا نستطيع نسيان أنه كان بيتم اختطاف الأطفال من الشوارع في القدس، زي الطفل اللي لقوه ملقى على يعني حدود المدينة العتيقة بعد أن عذب ثم قتل إلى آخره. ففي النهاية أنا في عندي تراكم شديد جدا وواسع جدا وعميق جدا ومؤلم جدا يدفع إلى أنه ممكن يبقى خروج عن السيطرة إذا عايز تسميها بالطريقة دي. لكن هرجع على تاني، هي الأصل بتاعي إزاي. يعني أنا النهاردة الرئيس بيتكلم مع، أو يعني جو بايدن اتصل بالرئيس فتكلموا طبعا على مسألة الهدنة، وتكلموا على ضرورة العمل على إنفاذ المساعدات اللي بتدخل من عندي في رفح، لأنه إسرائيل طول الوقت مصممة إن إحنا اللي عاملين المشكلة، وطبعا كل العالم يعلم جيدا إن إحنا مش اللي عاملين المشكلة على الإطلاق، وإنما التعنت إسرائيلي. ليه بيتعاملوا مع إسرائيل باعتبارها دولة ديمقراطية في حين أنها دولة احتلال، في حين أنها دولة مستوطنات، دولة استيطان جايبة ناس من أوروبا تعيش على أرض عربية بالعافية؟ يعني دي جدلية ساعدني في فهمها، وفي نفس الوقت أنا معلش أنا بطول عليك، وفي نفس الوقت كيف ترى توقيت مكالمة جو بايدن؟ وأظنه ده أمر مهم. توقيت طبعا مهم، لأن في خلاف دلوقتي ما بين الإدارة الأمريكية وما بين الحكومة الإسرائيلية. يعني الخلاف إيه؟ الخلاف مش على الهدف نفسه اللي هي الحرب اللي بتحصل أو الجرائم اللي بتحصل، بل بالعكس، لا، إسرائيل هي في حياتها حليف استراتيجي لأقوى دولة في العالم، وهنا موقف العالم من استخدام القوة في العلاقات الدولية. طيب المسألة هنا ان التوقيت نفسه ليه خطير؟ لان حصل خلاف ما بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية في العملية النوعية نفسها. الولايات المتحدة الامريكية عايزة اسرائيل تركز على قيادة حماس من خلال الاختيالات وكده، وتصفي حركة حماس فالموضوع ينتهي. اسرائيل مش من مصلحتها ان انا اصفي حركة حماس، لان حركة حماس في حد ذاتها وجود القادة بتوع حماس حتى بره بتاع غزة واسرائيل عارفة، بس اسرائيل قادرة ان هي ممكن تعمل عمليات اغتيال بدليل اغتيال العروري اللي حصل في ليبيا، صح. بس مش من مصلحة اسرائيل تعمل ده، لان حماس بالنسبة لاسرائيل هي ذريعة وحجة لانتشار عمليات الابادة الجماعية، لان في هدف من الكل يا فندم. الهدف هنا ايه؟ هو ضم قطاع غزة تحت السيادة الاسرائيلية والتوسع الاستيطاني، وده وفقا لأدبيات الفكر الصهيوني بيتم كل ربع قرن. ازاي؟ انا عندي انشاء دولة اسرائيل نفسها تم الاتفاق عليه في اول مؤتمر الحركة الصهيونية بقيادة تيودور هيرتزل سنة 1898، اتفقوا على هدف واحد، اعلان دولة اسرائيل بعدها بخمسين سنة. طب 50+1898 سنة 1948 حصل الاعلان. حصل هنا الاتفاق على التوسع الاستيطاني كل 25 سنة، 25+48 73، السادات ضربهم الضربة العكسية في 73. طب زود 25+73 نزلنا ل 1998، المذابح اللي عملت اللي من ضمنها صبرا وشتيلة والتوسع الاستيطاني اللي حصل. زود 25+1998 هتوصل ل 2023 اللي بيحصل دلوقتي اللي حصل. وبالتالي هنا جزء من الكل. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما طلع في عز ما كانت اسرائيل بتروج ان حماس هي الهدف ليها، كان بيتكلم على تصفيه القضيه والتهجير، وكان عايز وبيوصل فيها رساله لصانع القرار في اسرائيل، عندك انا واعي انت بتعمل ايه، وعارف ان حماس هي حج او وسيله عشان تحقق بيها الهدف الاسمى بالنسبه لك، وهو ضم القطاع والتوسع الاستيطاني، بس مش هيبقى على حساب الامن القومي المصري طبعا، ولا هيبقى على حساب القضيه الفلسطينيه. صح صح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. يعني أنا أقول لك ملخص سريع برضو للاتصال الهاتفي اللي تلقاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة زي ما أنت يا نديم من الرئيس الأمريكي جو بايدن. سريعا كده يعني أنا هقولك بالضبط الملخص، أنه وده طبقا لتصريحات من سيادة المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، هلبس النضارة بقى، أنه الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية، الجهود المصرية للتوصل لتهدئة في قطاع غزة، وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما أيضا تم التشديد في هذا الاتصال على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية. خد بالك من دي، خطورة التصعيد العسكري في رفح. المصطلح هنا إيه؟ خطورة التصعيد العسكري في رفح، مش اجتياح رفح،
اجتياح رفح ده هو المصيبة مكتملة الأركان. خلاص كده؟ مجرد التصعيد هيؤدي إلى أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، وطبعا هناك تأثيرات على أمن واستقرار المنطقة لا تنسى. أيضا المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أكد أنه فخامة الرئيس كان يؤكد في هذا الاتصال على ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية. الرئيس استعرض الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، وأكد الرئيسان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع والتأكيد على أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل حقيقي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. طبعا خلال هذا الاتصال تم تأكيد الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا مواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. مش عارف انتوا عارفين يا جماعه بجد انه اسرائيل هي اخر دوله في العالم تمارس الاحتلالات الكولونياليه. الاحتلال الكولونيالي هو الاحتلال القائم على الاستيطان، يعني دوله تقرر تروح تحتل دوله تانية ثم تنشئ مستوطنات لشعوب جايه من بقاع اخرى في الارض لترقد والله العظيم لترقد جاثمه على صدور الشعوب الاصليه. في بعض الاحوال ما كانتش بتبقى دول، يعني زمان الأوروبيين خدوا بعضهم وطلعوا على الأمريكتين مع الاكتشاف الأول اللي كان يعني بيتم بالخطأ كريستوفر كولومبس، ثم بعد كده الاكتشاف الآخر وهو الذهاب إلى هذه المنطقة باعتبارها أنها عالم جديد وليست جزر هندية من طريق مستحدث. عملوا إيه؟ هو في النهاية خلص ما كانتش دولة ولا اتنين. حد اتكلم صح على انه كانت قوافل بحرية برتغالية، ثم بعد كده بقت اسبانية، ثم بدأ الاحتلال يجي من اكتر من دولة في اوروبا. هولندا راحت وانجلترا راحت والمانيا راحت وهكذا. فجي العرق الابيض اقام مستوطنات على هذه الارض وبدأ في ممارسة المذابح ضد السكان الاصليين، قبائل بقى كتير اللي انت بتقعد تسمع عنها. نفس ذات المسألة، بس خد بالك انت بتتكلم على انه كان عندهم زريعة بتقول ايه دي ارض بكر، وانه السكان الاصليين ما كانوش متحضرين، واحنا رحنا علشان ننشر الحضارة. طبعا هم راحوا علشان ينشروا البطاطين الملوثة بفيروس وداء الجدري، فقضوا على الملايين من السكان الاصليين ولا نشروا الحضارة ولا حاجة، وراحوا لاستغلال هذه الموارد الطبيعية المختلفة والواسعة، وهي طبعا أراضي شديدة الثراء بالمورد الطبيعي، وقال لك احنا رايحين ننشر المسيحية. والحقيقة هم ما نشروش أي شيء على الإطلاق، وإنما مارسوا التعذيب المستمر والقتل البواح طول الوقت. نفس القصة عملها الصهاينة، بس المصيبة السوداء ان هم ما راحوش بقى على ارض بزريعة انهم رايحين ينشروا الحضارة، لانه في هذه الاراضي منطقتنا العربية احنا اصل الحضارة. انت راح تنشر الحضارة على الحدود بتاعة اقدم واعظم واعمق حضارة عرفتها الانسانية، حضارة ايه؟ لا ده مش راح ينشر الحضارة، ده راح بقى ببعد تاني خالص، بعد تلمودي. قال لك لا، ده دي ارضي ودي ارض الميعاد، وبعد ديني وبعد طائفي، وبالمناسبة لا أساس لهم من الصحة، ونستطيع أن احنا نفرد ساعات لده. ومارسوا نفس ذات السلوك، القتل والإبادة، الإبادة والقتل، ده اللي حصل. ونفس ذات السلوك، مستوطنات من الأوروبيين وأحيانا بقى من قارات أخرى، فكل كان يأتي من كل حدب وصوب ويسكنوا المستوطنات ويعيثوا في الأرض فسادا وقتلا وتنكيلا وإبادة لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. يبقى دول العالم الحر دي قاعدة بتعمل ايه؟ وازاي قادرة بمنتهى البجاحة تصف نفسها بأنها دول العالم الحر؟ وازاي قادرة انها تقول انا عندي تمثال الحرية؟ تعرفين تمثال الحرية ده كان جاي لنا احنا اصلا، يعني حدوته دي لازم تتحكي، بس مش دلوقتي. يعني فاكرين حملة المقاطعة بتاعة السمك في بورسعيد، واللي امتدت للسويس وامتدت لإسكندرية وما إلى ذلك؟ المصري ما بيتلويش دراعه، ولو تتذكروا سعر السمك نزل لأقل من 50% هناك في بورسعيد وهكذا. المصريين عاملين مكملين في الحملة علشان البيض والدواجن. ما هو ما ينفعش يا جماعة، يبقى سعر العلف نزل
احنا بنتكلم من امتى؟ يعني بتكلم من اخر اسبوع في شهر فبراير لحد دلوقتي احنا بنفرج عن لا احنا طبعا بنفرج عن من قبل كده، لكن انا ما بقاش في عندي اي باكلوج في المينا على الاقل، على الاقل بقالي شهر. طيب الدوره المفروض بتبقى 45 يوم، انا بقول لك على الاقل شهر، يعني عمليا لازم اشوف سعر مختلف للبيض والدواجن. طب انا ما بشوفش السعر المختلف ده ليه؟ فالمصري قال لك بس ولا تزعل نفسك، قطع يا حلو، نقطع السمك، نقطع الدواجن، نقطع البيض، ومستعدين نقطع اللحمه، مفيش اي مشكله على الاطلاق، على الاطلاق سهله وبسيطه، عملناها قبل كده نعملها تاني ونعملها تالت، مفيش مانع. طيب خليني اخد معايا على تليفون دكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. ازيك يا دكتور؟ اهلا استاذ يوسف. انا عارف ان دكتور ثروت دائما داعم للمستهلك، للمواطن، بيشجعه وبياخد باله منه ومش عاوز الدنيا تبقى غاليه، صح؟ اكيد. نعمل ايه يا دكتور؟ اهلا وسهلا، زي الصحة. اهلا بيك يا فندم. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ اصبح فيه يعني دعوات واضحة وجادة جدا لمقاطعة الدواجن ومنتجاتها. تمام تمام، نعمل ايه بقى؟ والله بص سعادتك، يعني فلسفة المقاطعة ده شيء حضاري وجيد، لكن لازم ناخده في سياقه. بمعنى ايه؟ ان نشوف ابعاد الموضوع ايه. لاحظ يا استاذ يوسف ان نصيب الفرد من البروتين الحيواني، سله البروتين الحيواني سواء دواجن او لحوم او اسماك او بيض في مصر هو الحد، مش عايز اقول هو الحد الادنى فعلا. نصيب الفرد النهارده 100 بيضه في السنه و12 كيلو دواجن في السنه وما يكملش حوالي 17 كيلو سمك. فاللي انا عايز اقوله النصيب الفرد اوريدي هناك مقاطعة طبيعية عشان القوة الشرائية ضعيفة، واحنا عارفين التضخم موجود. لكن فيما يخص النهارده المقاطعة هو شيء جيد، بس خلينا ناخده في السياق عشان زي ما بيهمنا النهارده المواطن والمستهلك تكون الأسعار بالنسبة له مناسبة، يهمنا برضه نحافظ على المنتج وعلى المزارع وعلى الراجل الصياد، عشان في الآخر النهارده احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، عندنا اكتفاء ذاتي من البيض. الخبر اللي عايز أقوله بسعادتك النهارده من رمضان لحد دلوقتي في تراجع 25% في اسعار الدواجن و 20% في اسعار البيض. لا البيض زي ما هو. لا يا فندم، لا والله زي ما هو. اعمل ابديت. طب طبق البيض كام؟ النهارده في المزرعه 132. يعني ده المفروض يوصل لي للمستهلك كام؟ 10 جنيه زياده. يعني 142؟ اه 142. طيب طبق البيض بيتباع للناس ب 170 جنيه. انا بقول ساعتك ده الكلام ده قديم ساعتك. لا لا لا. طيب لا أنا... مش قديم ده امبارح. طب ارقامي سعادتك امبارح امبارح انا يوسف اهو مواطن عادي جدا رحت اشتري بيض لقيته ب 170 عند واحد و 180 عند التاني. ده بيض مغلف او موضوع تاني؟ يعني ايه بيض مغلف؟ طبق بيض كرتون عادي بطريقه معينه. لا مش البلاستيك. لا لا مش البلاستيك. لا لا مش البلاستيك والله. الطبق العادي الكرتون ده بتاع زمان اللي طول عمرنا بنشتريه. طيب. انا مش من المرفهين، انا اللي بيروح يشتري البيض العادي بتاعنا اللي كلنا طيب بناكله. ممكن ناخدها بالارقام بعد اذنك؟ 170 180 ممكن ناخدها بالارقام بعد اذنك؟ قولي. في رمضان كان طبق البيض وصل في المزرعه 160 جنيه. انا مسؤول عن الكلام ده النهارده. طبق البيض النهارده وامبارح 132 جنيه. انا أيوة. راجل ده من المزرعه يا دكتور، ده من المزرعه. احنا مسؤولين عن الفرم جديد. حلو. تداول موضوع تاني نتكلم فيه. ما هو ده اللي انا بقوله بقى، ان انا عندي مشكله ان انا كمستهلك السعر ده انا ما بشوفوش لا 132 ولا 142 ولا 152. يا فندم بعد اذن سعادتك انا مسؤول عن الكلام ده، وسعر البيض في المزرعه النهارده 132. ايوه يا دكتور انا مش بقول لحضرتك، حضرتك بتقول كلام مش دقيق اطلاقا. انا اعلم ان حضرتك بتقول صح. ايوه سعر البيض في المزرعه 132. انا كمستهلك يا دكتور ثروت وحضرتك سيدي العارفين، انا ماليش دعوه بسعر البيض بتاع المزرعه، انا مستهلك، انا عايز اخش اشتري البيض بالسعر العادل. فلما اسمع انه في التلفزيون دلوقتي الاقي الدكتور ثروت بيتكلم مع المذيع اللي اسمه يوسف ده وبيقول له سعر البيض في المزرعه 132، فطيب يعني المفروض يبقى بره بكام يا دكتور ثروت؟ فدكتور ثروت يقول لنا يعني حوالي 10 جنيه فرق، يعني 142. يجي المستهلك ينزل عند البقال اللي تحت بيتهم يقول له لا والله خلي يوسف الحسين يجيب لك، هو عندي ب 170.
البقال اللي كان بيبيع ب 170 و180 النهارده بيبيع، واخد بسعادتك، باسعار ثانيه، في تراجع 22% في سعر. انا لازلت اؤكد اهو، انا بقول لحضرتك دي معلومه عني انا، مش عن زميلي، مش عن اي حد من زمايلي المراسلين ولا في الاعداد. انا دخلت، سلام عليكم، البيض والحظ الرائع انه اخونا البقال اللطيف الظريف ما يعرفنيش، ما شبهش، قال لي 170. خلاص قلت بقى لا ادور على واحد تاني، لفيت لفه، انا مش عارف بس اقول المكان فين يعني دلوقتي. لا واحد تاني قال لي 180. حلفت 30 يا امين براس ابويا ما انا جايب بيض. تمام سعادتك، دلوقتي احنا مختلفين في ايه؟ في سعر النهارده المزرعه وسعر النهارده الموزع. طيب. علاقات التداول انا كراجل اتحاد منتجي الدواجن انا مش مسؤول عنها. ماشي. انا مسؤول النهارده على سعر المزرعه والدواجن. متفقين، عشان بس حضرتك بتقولي لا اصل السعر ده قديم، اقول لك لا يا فندم جديد، تقولي لا قديم، اقول لك لا جديد. محلات البيض النهارده يا فندم بتبيع من 142 145. محلات اللي هي فين طيب عشان نروح لها؟ محلات موجودة في مصر كتيرة جدا، مش عايزين نسمي في أحيانا في أي منطقة محلات يعني متخصصة في أيوة طول عمرنا عارفين إن في محلات بتاعة البيض اللي كان بيحط القش في البتاع الإزاز. أيوة ونروح بالزبط. نجيب البيض ب 100 تراجع الأسعار عندهم هتلاقي الأسعار نزلت بنسبة 22% وأنا مسؤول عن كده. طيب أنا هنزل النهاردة السيدة زينب، تمام، هروح على محل بيض ونراجع الأسعار وهصور لحضرتك السعر وابعتهولك. يا ريت يا ريت. أمان ماشي. سعادتك احنا بنتكلم كلام بعد اذن سعادتك، كلام مسؤول، كلام بارقام. البيض كان في رمضان وصل 160 جنيه في المزرعه فرن جيت، النهارده بنتكلم في 132. ده النهارده وامبارح، من ثلاث ايام كان 145، في نزول النهارده حوالي 25% في سعر البيض، في نزول في سعر الدواجن. الدواجن كنا وصلنا في رمضان سعادتك لاسعار قياسيه، في سعر المزرعه عدت 100 جنيه و102 جنيه. النهارده سعر المزرعه 74 جنيه، كام النسبه؟ 25%. ده معناها ان لو هي سعر مزرعه 74 الاقيها للمستهلك ب 84؟ 83 حسب الاحياء وحسب التداول وحسب المحل وحسب احنا ما بنشوفش السعر ده للاسف يا دكتور. نعم يا فندم؟ احنا ما بنشوفش السعر ده للاسف. لا يا فندم، الاسعار دي هي دي الاسعار الموجوده، ودي النهارده احنا مسؤولين عنها بارقامها. يعني قول لي سعادتك النهارده مثلا 29 25 4 كان السعر 80. طيب ممكن نفرق ما بين حاجتين يا دكتور؟ اتفضل. ما بين سعر المزرعه فارم جيت زي ما حضرتك قلت وسعر البيع للمستهلك. انا كده عندي فجوه، دكتور ثروت مسؤول في تصريحاته عن سعر المزرعه، صح؟ تمام. جميل. تمام. لكن سعر البيع للمستهلك، لا انا عندي فجوه تخض. تمام. تخض. حلقات التداول احنا متفقين لازم نخفض حلقات التداول، بس انا هقول لسعادتك حاجه يعني بسيطه، كان المفروض الاعداد عند سعادتك يجيب سيرفي النهارده من الاحياء ومن المحلات. انا نزلت اعداد ايه؟ امبارح والنهارده. اعداد ليه؟ عشان نشوف المذيع نزل. نعم؟ المذيع نفسه نزل، اعداد ليه؟ المذيع نزل، المذيع عنده رجلتين وتو ايز اند كان سي، فدخل بكام؟ بكذا، خد بعضه وروح بس خلاص. ليه الاعداد يا فندم؟ سعادتك قلت هنعمل فولو، هنعمل فولو، سعادتك راجع الاسعار. طيب ونتكلم لو انا نزلت، عايز تعتبر دي من باب الدعابه ماشي، عايز تعتبرها كلام جد ماشي. لو انا نزلت النهارده ورحت على محل بيض في السيده في المنيره وصورت لحضرتك السعر وطلع مش كده وطلع مش كده وطلع مش كده، كل متطلباتنا من البيض والدواجن لمده شهر على حساب الدكتور ثروت. سهل يا فندم. لا انا اطمن سعادتك يا فندم، بعد النهارده استقرار سعر النقد الاجنبي وبعد توفره وبعد انتهاء السوق السوداء، بدا النهارده في ثقه للمربي. اساس الانتاج ايه؟ اساس توازن وتراجع الاسعار ايه؟ نرجع تاني نقول الانتاج والاتاحيه. صح. الحمد لله المنتج رجع، والحتى اللي خرج النهارده بدا يرجع. احنا النهارده لسه بنقول عندنا ملايين من الضيوف موجودين على ارض مصر. ده ضغط، وكان عندنا طالعين من موسم رمضان. ومع ذلك انا بقول لسعادتك نسب انا مسؤول عنها، في تراجع 25% في اسعار الدواجن، وفي تراجع 22% في سعر البيض، ومتوقع كمان
مع استمرار توافر الاعلاف يكون في مزيد من التدفق. فسعادتك ان هنعمل مراجعه للاسعار، لكن الاسعار دي انا مسؤول عنها البيض في مصر كلها والفراخ في مصر خلاص كلها. هنعمل المراجعه وبعد الليله يبقى في رد قريب تقول الليله الارقام دي حقيقيه. الليله من عندي قبل العندي انا اللي هنزل، وانا اللي هشوف الاسعار، وانا اللي هصورها. عايز نبعتها على الواتساب عيني، عايز نعرضها على الشاشة عيني. طلعت الأسعار أكتر أو بالأدق طلعت أسعار زي ما أنا بقول، يبقى كل اللي احنا طالبينه في كل القناة الأولى مش برنامج التاسعة. حضرتك هتوفر لنا المخزون بتاع الشهر الجاي، شهر 5 كله على دكتور ثروت. أشكرك يا دكتور، نورتني وشرفتني. بصوا يا جماعة، أنا ما بحبش الرهانات، بس أنا لما بخش رهان لازم أبقى ضمن إن أنا أكسبه. أنا كده يعني تربيت أم دمياطية، أخش رهان خسران برضه، وإحنا بتوع الكلام ده أبداً. أنا كسبان كسبان. ماشي، والله لا صور. السلام عليكم، هنطلع فاصل ونكمل الكلام. بقول لكم ايه، هو سعر الدولار لما كان ب 15.60 ودلوقتي يبقى مثلا نقول 47.80 مثلا، مع ان هو 47.70 يعني، يبقى كده سعر الدولار تضاعف كم مره؟ 3 مرات صح؟ طيب معلش حاجه كمان، هي حسابات كلها بسيطه جدا. ده معناها لو افترضت ان منتج المكون اللي فيه المكون او مكوناته كلها مستورده بالكامل، 100% مكون أجنبي أو 100% مكون مستورد زي ما يطلع، ده معناها أنه المنتج ده سعره يبقى إيه؟ 3 أضعاف صح؟ طيب يعني سعر طبق البيض لما كان الدولار ب 15.60 يعني قبل مثلا هقولي سنة 2020 كان بكام يا جماعة؟ حد يفكرني؟ 30؟ طب 40 حتى؟ أنا موافق، يعني لو كان 40، لو قلت لي 40 انا هتفق معاك ان هو كان 40. ده معناه ان هو ده لو نسبه 100%، يبقى طبق البيض يوصل للمستهلك بكام؟ لو 3 اضعاف يبقى 120 جنيه. طب احنا ليه بنتكلم في 132 و140 و150 و160 و170 و180 ليه؟ سؤال، هو العلف مكون نسبته قد ايه من انتاجيه البيض او انتاجيه الدواجن؟ اقصى تقدير 70%، انا افترضت انه 100%. خد ده طبقه، المعادلة دي زي ما هي كده يا جماعة، خدها طبقها على أي منتج بقى، على العربيات، كل بتوع العربيات الحقيقة عاملين بلاوي معانا، أنا مش قادر أفهم ليه. مش عارف أفهم ليه، والله العظيم بكلم بجد. يعني ليه أشتري عربية موديل 23 بتتباع بسعر 24؟ وبالمناسبة ويا ريت مواصفاتها زي المواصفات الأوروبي مثلا. بتجيب لي موتورات تعبانه والعربيه جوه فاضيه والجلد بتاعها تعبان والتابلو بتاعها تعبان والعفشه تعبانه والشاسيه تعبان، كلها تعبانه، وبتبيعها لي بسعر العربيه اللي في اوروبا موديل 24 او 25 ويا ريت بنفس السعر ده انت بتبيعها لي اغلى. انا مش فاهم ازاي يعني. حتى في الادوات والاجهزه الكهربائيه، في الاكل وفي الشرب، هو انتوا يا جماعه هو في ايه؟ طب هقول لك على حاجه ظريفه عشان حكايه العربيات، لانه دايما اصدقائنا يعني المنتجين العربيات او مصنعين العربيات، طبعا احنا ما بنصنعش احنا بنجمع، او الناس اللي بتشتغل اصحاب التوكيلات او الموزعين او كبار التجار، يجي يقول لك ما هو انا الدولار الجمركي كنت بدفع زمان 31 ودلوقتي بدفعه على 47. معلش انا اسف، هو حضرتك كنت بتدبر الدولار الجمركي زمان لما كان 31 كنت بتدبره ب 31 ولا كنت بتدبره ب 70؟ ما هو سؤال، لو كنت بتدبره ب 31 امال كنت بتغلوها علينا ليه؟ ولو اذا كنت بتدبره ب 70 كنت بتغليه ماشي. طب انت دلوقتي بتدبره ب 47 يبقى لازم العربيه تنزل نسبه وتناسب. محدش بقى يقول لي لا ما هو كده العربيات لما تنزل 15 20% ماشي، اصلها نزلت وبعد كده لقينا الدولار الجمركي غلي فرحنا رافعين الاسعار تاني. وعايزني اقول لك ماشي؟ طب عايزني اقول لك ماشي ليه يا جماعه؟ وانا ما بعرفش احسب مثلا، ما بعرفش افك الخط. طيب ما خدتش الابتدائيه يا جماعه؟ افهم بس، والله بتكلم بامانه.
هو نسبة الجمرك بتاع العربية قد ايه من سعر العربية اصلا؟ هتيجي تقولي على حسب السي سي، اقول لك يعني بتبدأ من 18%، ادخل عربية 62%، صح؟ تيجي نحسبها بالمليم، ما احنا لو حسبناها بالمليم يا جماعة كل تجار العربيات هيزعلوا، ولو حسبناها بالمليم كل تجار الأجهزة الكهربائية يزعلوا، ولو حسبناها بالمليم كل تجار الأكل والشرب يزعلوا، تجار الملابس يزعلوا، ما في تاجر في مصر مش هيزعل. طبق بيض ايه يا جماعة اللي ب 132 وب 140 وب 150 وب 70 وب 80 ليه؟ عشان ايه؟ بطلوه. بسيطة. هو أنا هحافظ على المنتجين والموزعين والتجار وما حافظش على 110 مليون بني آدم؟ ليه يعني؟ علشان ايه؟ انتوا عايزين تحافظوا على مكاسبكم وتجوعونا احنا او تفلسونا احنا؟ عشان ايه يعني يا جماعه؟ ماسكين علينا زله لا سمح الله. شيء غريب جدا جدا. يلا بينا، هي حلوه زي ما حصل في بورسعيد يحصل تاني. تعال نروح بقى لحاجه فعلا مهمه وعجباني جدا. الحراك الطلابي العالمي يفرح، يشرف، يخليك كده تبقى رافع راسك بجد. يعني الحراك الطلابي العالمي رافض فعلا لهذا العدوان الصهيوني على فلسطين. الحراك الطلابي العالمي رافض فعلا كل أشكال الإبادة الجماعية والاضطهاد العرقي اللي بيحصل في فلسطين. فلما تشوف إنه اللي حصل في جامعة كولومبيا على سبيل المثال وكان أمرا مستغربا جدا لأبعد الحدود، ثم تبدأ ينتقل عدوى حسنة إيجابية للحراك الطلابي في أكتر من جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم أو بالتوازي معها كندا، ثم أذهب إلى أستراليا، ثم أذهب إلى أوروبا، ولاقي حراك أيضا داخل كبريات الجامعات ببريطانيا بالمملكة المتحدة. هؤلاء الطلاب الرائعين اللي لازم كلنا بدون استثناء، بالمناسبة الطلاب دول مصريين، عرب، أمريكان، أوروبيين، كلنا نفخر بهذا الحراك. وزي ما كنت بقول لك الطلاب دول في يوم من الايام هيصبحوا هم متخذي القرار في مجالس نيابيه منتخبه، في مجالس بلديه، في حكومات، قاده، زعماء، رؤساء شركات كبرى تستطيع ان تحرك اقتصاديات العالم. يرفعون هتاف لاجل حقوق الانسان من اجل فلسطين. تجد ماساه الاعتقالات لهؤلاء الطلاب. فهذه الأزمة تكاد تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية على حسب ما تردد في رأي بعض من الكتاب، بعض من السياسيين، بعض من المتابعين عن كثب لهذه الملفات. لا أستطيع الجزم بأنها تعصف بال يعني الأحاديث أو المناقشات أو أنها موجودة بالفعل داخل المجتمع الأمريكي، لكن خليني هنا أفهم يا ترى هل ترى إيه اللي بيحصل هناك. دكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بجنيف، أهلا بيك ونحن نتحدث عن هذه التظاهرات أو الحراك الطلابي العالمي الذي يندد بالانتهاكات التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وفي نفس الوقت نتحدث عن حملة اعتقالات تعصف بطلاب الجامعات الأمريكية طبعا بكل الألم بدأت في جامعة كولومبيا. أهلا بيك يا دكتور هيثم. مساء الخير لك ولكل المشاهدين، اهلا بك. مساء النور. دكتور هيثم، كيف ترى هذا الحراك الطلابي الدولي؟ نعم، اولا نحن كنا منذ اسابيع من الدعاة لانزال الناس الى الشوارع من اجل التعبير السلمي عن ارائهم بما يحصل اليوم في غزة من ابادات وتنكيل وترحيل وغيرها من الاعمال الشنيعة التي تحصل اليوم ضد الشعب الفلسطيني. ولذلك نحن لم نستغرب هذه الجماهير التي نزلت وعبرت عن رأيها بشكل سلمي وحضاري، مستنكرين كل ما يحصل اليوم
من دعم إدارتهم للكيان الإسرائيلي بهذا الشكل الانحيازي إذا أردت. وهذا طبعا ما جعل من ردة فعل سيئة من قبل الإدارة الأمريكية. وهنا دعني يعني أقول شيئا، أننا نستغرب ما يحصل، فعلا نستغرب ما يحصل داخل الولايات المتحدة الأمريكية من هذه التحركات البوليسية التي وقعت في جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات أيضا حصل الشيء نفسه. ولكن المستغرب أن يتم اعتقال عمداء ورؤساء كليات للجامعات، يعني هذا شيء لم يكن من المتوقع أن يحصل في هذا الحراك، لأنه ما كانت تدعيه الولايات المتحدة لجهة حرصها على الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير وغيرها من الشعارات التي نحن نؤمن بها بكل حذافيرها وبكل نقاطها ونحن نعمل على تطبيقها، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تتخلى عن هذا الأمر وحصل ما حصل، وهذا أمر مدان وهذا برسم الشعب الأمريكي ككل. طيب دكتور هيثم، كيف ترى هذا الموقف؟ يعني مسألة أنه رؤساء جامعات عندما يطالبون باعتقال بقى طلاب الجامعة فبيقولوا أنه إحنا أبلغنا السلطات لأنهم يرفعون شعارات معادية للسامية أو شعارات طائفية، هل بلغكم أنه الطلاب رفعوا أي شعارات تدعو للعنف أو شعارات معادية للسامية؟ لا 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 طبعا، هذه الادعاءات التي خرجت عن الإدارة الأمريكية أو بعد أجهزة الإدارة الأمريكية طبعا من أجل تغطية الجلل الذي حصل نتيجة هذه الاعتقالات وهذا العنف الذي لم يشهده أحد في الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا نتيجة لخدمة إسرائيل الأعمى. نحن يعني نود أن نفهم حقيقة هذا الانحياز بهذا الشكل. هناك إبادات تحصل اليوم على الأرض الفلسطينية، كل العالم أدرك ذلك، محكمة العدل الدولية نوهت بذلك وهي اليوم بصدد إصدار المحاكم، الجنائية الدولية أيضا هي بصدد إصدار اعتقالات للقادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا هذه المجازر وما زالوا يرتكبونها. لا تنسى أن رفح ما زالت تحت الحصار وتحت القصف وتحت النار. لذلك يعني هذه الردات الفعل التي يعني سمعناها من قبل البعض طبعا هي لا تفي الغرض، لأن كل هذا من أجل تبرير عمل لا يجب أن يحصل أساسا من قبل الإدارة الأمريكية. طيب نجد أن هناك حراكا موازيا في جامعات في أوروبا، جامعات طبعا في المملكة المتحدة إلى آخره، لدعم الحركة الطلابية اللي موجودة في أمريكا، وطبعا التنديد بحملة الاعتقالات الواسعة اللي بتحصل للحراك أو للطلبة الأمريكان. كيف ترى هذا الحراك الأوروبي أيضا داعما لزملائهم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا يأتي في سياق الطبيعي سيدي الكريم، لأنه أيضا في أوروبا الاتحاد الأوروبي وفي كل المناطق الأوروبية هناك أيضا رأي عام داعم للقضايا الإنسانية والقضايا الحقوقية، وهذا ما كنا أشرنا إليه منذ شهور وحذرنا منه وقلنا أن هذا الأمر الذي تمضي به بعض الحكومات هو أمر خطير جدا، لا يمكن السيطرة على الشارع لاحقا ويحق للناس أن تتظاهر، هذا موجود في الشرعة الدولية تحديدا في البند 19 حرية الرأي والتظاهر والتحرك السلمي. نحن لا ندعو مطلقا ولم ندعو مطلقا ولن ندعو إلى أي تحرك غير سلمي، لأن التحرك السلمي هو المجدي، هو الذي يعطي النتائج وهو الذي يحرج الحكومات ويضعها في خانة الدفاع عن أنفسها من أجل تبرير الخطأ الذي يعني قاموا به، ولكن لن يستطيعوا ذلك لأن هناك قانون دولي، هناك قانون حتى محلي يحمي هذه التحركات ويحمي القضايا الإنسانية والقضايا الحقوقية. في يوم من الأيام الحركات الطلابية والشبابية في أوروبا وتحديدا في 68 غيرت أوروبا بالكامل. هل ترى دكتور هيثم أن هذا الحراك الطلابي ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن يقلب الموازين، أو في أقل الأحوال من الممكن أن يدفع بالقضية إلى الأمام؟
أولا يعني دعني أكون واضح وأن أتحمل كل كلمة أقولها، نحن لا ندعو إلى انقلابات على أي حكومة، نحن ندعو إلى تظاهرات من أجل تصويب تصويب الخطأ الذي يحصل اليوم من قبل هذه الحكومات. طبعا نحن لا ندعو مطلقا ولسنا في هذا الوارد، ونتمنى أن يكون دائما الحراك سلمي يندرج ضمن القوانين والقوانين المحلية المرعية الإجراء، حتى لأن هذه المظاهرات أيضا يعني تقع ضمن القوانين المحلية وهي مغطاة ضمن هذه القوانين المحلية. ولكن أنا أرى بأنه على الحكومات أن تقرأ جيدا هذه المسارات التي تحصل اليوم من قبل التيار الشعبي العالمي إذا أردت، نتيجة سياسات خاطئة لهذه الحكومات التي انتهجتها في المقاربة مع أحداث غزة بعد 7 أكتوبر. سيدي الكريم، نحن هنا لا ندافع لا عن حماس ولا عن الجهاد ولا عن أي من الفصائل الفلسطينية، نحن ندافع عن من يسقط سريئا على الساحة. هناك أطفال، نساء، شيوخ يسقطون من دون سبب، إذا أرادوا الحرب فليفعلوها، ولكن للحرب حتى قوانينها التي رعتها القوانين الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. هناك موجبات على من يتصارع على أي أرض أن يحترم المسافات بينه وبين المدنيين. لذلك نحن هذا ما ندعو إليه، أن تقوم هذه الدول بما عليها أن تقوم به وفقا للقانون الدولي وليس وفقا للمصالح الأفقية للبعض في هذه الدول. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف. طيب، زي ما كنت بقول لكم، قد تكون أمطار قليلة، أتمنى أنها تبقى أقدام قليلة مش حتى أمطار في سباق الهدنة المنتظرة. يا ترى هل نقدر نوصل لهدنة الأسابيع الستة؟ هل نقدر نعمل صفقات التبادل ما بين الأسرى ما بين الجانبين؟ هل هنقدر نوقف العنف؟ حجم الدور المصري، وده بقى بيت القصيد، حجم الدور المصري وتفاصيله لإيقاف هذه الحرب، لإيقاف هذه الإبادة الجماعية، لإقرار وإحلال السلام في المنطقة بحل شامل وعادل ومنطقي. خليني أرحب جدا جدا بضيوفي داخل الاستوديو، طبعا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية منورنا يا دكتور، وطبعا دكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية منورنا يا دكتور أسامة. أنا كنت بقول يا بختي أنا النهاردة عندي عشوتين في ليلة واحدة. ربنا يخليك. هبدأ الأول بدكتور طارق، أهي أمطار أم أقدام أم إنه أحيانا بيقترب الهدف وبعد كده يرجع تاني؟ أنا بقلق خصوصا مع محاولاتنا للهدنة السابقة. يعني خلينا نتفائل انه في فرصه جيده القاهره بتطرحها على الطرفين، مش عايز اقول هي الفرصه الاخيره لكن هي الفرصه المهمه في هذا التوقيت نتيجه لخبرات كثيره. انت بتتحرك على عده مسارات، حضرتك سيادة النائب، في اتجاه الوصول الى نقطه توافق، شريطه ان يتوافق الطرفين على ما تم طرحه طوال الاشهر الاخيره. تفاصيل طبعا كثيره، والتفاصيل مرتبطه بالإجابات المباشرة في هذا، لكن في معطيات بتحكم ده من الأطر العامة إلى التفاصيل. التفاصيل هي مرتبطة بالنسبة لحماس إنه وتدريجيا يبقى في عودة للنازحين، في إجراءات كتيرة قوي لأن الناس قاعدة قدام خرائط، قدام طرق بتتفتح، بتتكلم على رفع المتاريس في مناطق معينة، شارع الرشيد في تفاصيل تفتح ازاي، تخش كام بوابات الكترونية، دخلنا في تفاصيل كتيرة جدا حضرتك. هذه الأمور مهمة جدا لأنه هيبقى في قوة تنفيذ على الأرض، يعني اللي هتتابع تراقب تشوف تسجل ترصد أمور كتيرة، يبدو الأطر الكبيرة اللي احنا بنحطها بتبقى محتاجة إلى أخذ ورد. بتتكلم على مرجعيات بالنسبة للطرفين، لديهم تحفظات كتير بالنسبة لحماس وبالنسبة لإسرائيل. موضوعات التفويضات بالنسبة للحكومة الإسرائيلية تم تغييرها أكتر من مرة، لكن هو في تفويض مش تفويض مقيد، يعني خلينا برضو ما نكررش الكلام بتاع الميديا الإسرائيلية، لا هو في ممثلين للجيش، ممثلين لجهاز الأمن الداخلي، ممثلين لجهاز الاستخبارات العسكرية، وبالتالي الممثلين دول بيتكلموا في أمور فنية وأمور تفصيلية، يعني زي ما قلت لحضرتك خرائط
تفصيلية، النازحين هيرجعوا بكام، نسبتهم كام، تأمينهم كي لا يتعرضوا لأي مخاطر، في تفاصيل كتيرة طبعا. في هذا السياق. الجانب الآخر حماس أيضا بترجع للمرجعيات، المرجعيات عشان نكون أمناء ليس فقط المكتب السياسي الموجود في قطر، في الجناح العسكري في غزة، في إيران، في أطراف إقليمية لازم طبعا. نعترف بهذا. فالمرجعيات بتعوق ده، إحنا بنسأل السؤال عايزين إجابة عليه، هتوافق؟ بيبقى فيه جزء من آليات التفاوض إن حضرتك بتطرح الرؤية والرؤية البديلة، وبيبقى فيه خيارات توافقية في التفاصيل. حضرتك عندك كام جثة أو كام عدد من الجسامين اللي موجودين عندك؟ طب موجودين فين؟ فالردود أحيانا بالنسبة لحركة حماس قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، إن إحنا عدد الجسامين اللي هم اللي كانوا محتجزين ليسوا لدينا. طبعا اثبت ذلك. خلي بال حضرتك في تواريخ سابقه من ايام صفقه جراعات شاليت في جسامين قديمه، فاحنا بنتكلم على خبره الاثنين يعرفوا بعض كويس، فبالتالي هو بيماطل والناحيه الثانيه بيراوغ في الاجابه على التساؤلات. طيب خريطه الترتيبات الامنيه، انت هتعمل اعاده تموضع ولا اعاده انتشار، ولا هتخرج بالقوات الاسرائيليه منين؟ في مناطق التماس هتخرج من خان يونس، هتروح على مدينه غزه، مين اللي هيراقب؟ مين اللي هيفتح الممرات والطرق؟ إذن في تفاصيل كتيرة. هتقول لي حضرتك المفاوض بيلجأ لوضع أطر والأطر تنفذ، طب مين اللي هينفذ؟ ما هم الطرفين. تمام، قوة المراقبة الأمريكان بيتكلموا كان من باريس 2، أنا مش عايز أطول بس عشان الدكتور أسامة ما يزهقش، إنه كان في باريس 2 كان في اتفاق على وضع الأطر، ومدير الاستخبارات المركزية جاء حط الأطر مع الجانب المصري. طبعا القطريين انسحابهم في هذا التوقيت انسحاب اضطراري، وانسحاب مرتبط بالاتهامات التي وجهت منهم للولايات المتحدة ومن إسرائيل، وبالتالي هم فضلوا يشتغلوا شوية على المفاوضات الروسية الأوكرانية بدل ما يتفاوضوا على المفاوضات الفلسطينية. انسحابه بانسحاب تدريجي تكتيكي ما بين قوسين. دخول السعودية على الخط أنا في تقديري هو محاولة لأن يكون في إطار عربي، يعني بلينكين بدأ من السعودية لحضور طبعا المنتدى واللقاء مع الأعضاء بتوع المجلس التعاون الخليجي، شيء جيد. هيروح الأردن، هيروح إسرائيل، هيسمع وينصت، لكن أيضا الأمريكان مش جايين يتابعوا، ده مفترض الأمريكان هيدوا ضمانات والضمانات دي مهمة، لأن لأول مرة هيبقى في تعهدات أمريكية بتنفيذ ما سيجري. هل الامريكان في ذهنهم تبقى في مراقبه عربيه او قوات متعدده الجنسيات، ولا في الذهنيه الامريكيه ايه بالظبط عشان يبداوا يعملوا ده؟ في التفاصيل في امور مريبه لازم تحط عليها علامات استفهام. الامريكان عايزين يشغلوا الممر البحري، عايزين يشغلوا المطار بعد شويه، عايزين يفتحوا الباب امكانيه للهجره الطوعيه مش الجبريه. بدانا نلعب في تفاصيل كتيره قوي. نتمنى بطبيعة الحال أن القاهرة تنجح في إحداث خروقات كبيرة، أنا أعتقد المفوض المصري عنده خبرات وإمكانيات كبيرة جدا جدا، ويستطيع أن يحدث خروقات في هذا التوقيت وينجح في الوصول لاتفاق. طيب هنا هرجع على طول لدكتور أسامة. الأمريكان عايزين إيه ويقدروا يعملوا إيه في إطار انه احنا كلنا عارفين ان الامريكان ما هماش امناء في هذا التفاوض، ولا امناء في وجود حل نهائي وعادل، وفي اطار اخر الا وهو ان مصر فعلا بتمارس ضغوط سواء اذا كان على واشنطن بشكل ما او على كل الاطراف الفاعله المتعلقه بالقضيه. يعني بدايه تحيه لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين جميعا. الحقيقه حابدا بالدور المصري، الدور المصري محوري ومركزي ولا يستطيع احد المزاوده عليه، هذا أولا. وثانيا بالتأكيد أنه مؤثر على كل الأطراف، سواء حتى على الاحتلال الإسرائيلي الذي هو بحاجة إلى أن لا يزعج مصر. يعني هو محتاج أن يستمر في الاتصالات مع مصر باعتبارها الدولة العربية الكبرى والوازنة، والتي وقعت اتفاق حتى هذه اللحظة صامد هذا الاتفاق بسبب إرادة مصرية وليس بسبب الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يحرص على عدم إزعاج مصر أو عدم إثارة أو استفزاز مصر بأي حال من الأحوال، هذا أولا. الولايات المتحدة أيضا تحرص على أن لا تزعج مصر ولا تخسر مصر بأي حال من الأحوال، رغم أنه في هناك ضغوط على مصر بأشكال شتى ليست طبعا يعني مجال للحديث فيها، إلا أن مصر تظل هي الدولة الكبرى والراعية لكل قضية المصالحة وقضية الوقف إطلاق النار، حتى عملية السلام التي جرت في أوسلو
مصر كانت هي الدولة العربية الوحيد التي تقف مع القيادة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وصولا إلى اليوم، وهي التي تقف بشكل يعني سدا منيعا، وتقف يعني حائط سد وظهير استراتيجي للقيادة الفلسطينية في كل تحركاتها السياسية والدبلوماسية، وهي التي تحرك مش من اليوم، حتى من 48 أيضا عندما أجريت وقف إطلاق النار في الهدنة رودس 24 فبراير 1949، ثم وصولا إلى هذا اليوم. كل عمليات القضية الفلسطينية سواء على المستويات السياسية وغيره، والمستويات حتى الوقف إطلاق النار والأمن والتهدئة والمفاوضات وتبادل الأسرى التي جرت في شليط، كلها برعاية مصرية بغض النظر عن لون القيادة التي تحكم غزة، سواء كانت من فتح أو من حماس أو من هذا الفصيل. مصر تتعامل مع الشعب الفلسطيني بأنه شعبها وأخوتها وأشقائها، وتقف على مسافة واحدة من كل أطراف الفلسطينية الداخلية حتى على مستوى المصالحة. وهذه نقطة مهمة تحسب لمصر، ولذلك تكتسب مصر لدى حركة حماس أولا خليني أقول ثقة واحترام، باعتبار أن حركة حماس تدرك أنها لا يمكن أن تتجاوز الدور المصري بأي حال من الأحوال رغم علاقاتها الإقليمية في المنطقة. هذا أولا. أما على الموقف الأمريكي، أنا باعتقادي أنه الولايات المتحدة يعني ليست صادقة في كل ما تطرحه في وسائل الإعلام أو حتى الخطط التي تأتي بها إلى المنطقة، والمشروعات التي يأتي بها وزير الخارجية الأمريكية إلى المنطقة هي باختصار وبشكل شديد هي تعبر عن مضمون المخططات الإسرائيلية، وهي توحي بشكل أو بآخر أنها مع الحل السياسي، مع حل الدولتين، لكنها تقف بالمرصاد أمام الحل الفلسطيني في الأمم المتحدة. قبل أيام ذهبت فلسطين إلى الأمم المتحدة وطلبت الاعتراف بالعضوية الكاملة. لماذا استخدمت الفيتو الولايات المتحدة وجاءت إلينا في المنطقة تريد حل الدولتين؟ هذا منطق هم يستطيعوا الإجابة عليه، لكن بالمجمل العام هم لم يكونوا أمناء يوما من الأيام، حتى في رعاية المفاوضات التي جرت منذ عام 93 أو حتى 91 من مدريد، من مدريد حتى اليوم لم يكونوا يوما من الأيام أمناء. في مذكراته لدينيس روس السلام المفقود في كتابه السلام المفقود قال كنا صهيونيين أكثر من الصهاينة، يعني في طرحنا وفي ضغطنا على الرئيس الراحل ياسر عرفات في مفاوضات كامب ديفيد، ومع ذلك يعني كان ياسر عرفات يعني مرن معنا إلى الحد الذي يمكن أن نصل معه إلى اتفاق، إلا أن يهود براك في ذلك الوقت كان يرفض بكل الأحوال، حتى المرونة الأمريكية والضغط الأمريكي على ياسر عرفات كان يرفضها ويريد أكثر من ذلك. ولهذا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون يوما من الأيام صديق أو حليف أو نصير للموقف الفلسطيني. وأنا أتفق مع الدكتور طارق فيما تحدث فيه عن الميناء وفكرة التهجير الطوعي التي طرحت بشكل أو بآخر. بالمناسبة الإنسان الفلسطيني الذي يعيش في غزة الآن، الذي دمر بيته ودمرت كل حياته وقتل كل أفراد أسرته، استشهدوا سواء ظل طفل عنده أو بنت أو أم أو أخ أو أحد المصابين أو المعاقين، ما فائدة وجوده في غزة إن لم يكن هناك مقومات للحياة، وإن لم يكن هناك يعني هدف مستقبلي له ليكون على الأقل يعمل في مكان عمل، مدرس، مهندس، طبيب، مزارع. إن دمرت الحياة الاقتصادية في غزة وإن دمرت الحياة الاجتماعية في غزة، أحبابه أين؟ لا يوجد له أحباب، لا يوجد له مكان عمل ولا مصدر رزق، إذن سيغادر طوعا، وبالتالي عندما تفتح له فرصة العمل في إحدى الدول. ولهذا أنا بحذر إذا حصل وقف إطلاق النار، وإن شاء الله يحصل خلال الأيام القادمة وقف إطلاق النار، أول خطوة يجب إعادة الحياة، أهم من وقف إطلاق النار وأهم من الساسة ومن القادة أن يعودوا إلى مواقعهم، يجب العمل بشكل سريع وعاجل على بدء إعادة الحياة إلى يعني تدريجيا إلى عهدها ما كانت عليه ما قبل. ساعات بتبقى خشيتي من أنه تيجي بعض العواصم
ايا كانت هي فين، وتبدا تقول يا جماعه حصل هدنه، طيب احنا عاوزين بقى نفتح الباب لاهالينا في فلسطين علشان ناخد بالنا منهم ويتفضلوا، وهنعمل لهم اقامات ونبدا نعمل لهم فرص للدراسه. هذا جزء من المشروع العمل وفرص، فيبقى دي فكره الهجره الطوعيه بعيدا عن التهجير القسري اللي هو يبقى تهجير مباشر. كندا كانت من كام شهر بدات تتكلم في ده، واستراليا استراليا امريكا امريكا فتحت. طيب انا بس عايز طب اتفضل. انا لا انا عايز حضرتك تكمل، بس انا عايز اروح للفاصل ونرجع فورا حالا نكون موجودين معاكم. انتم مش متصورين مدى سعادتي بالفقره دي النهارده، يعني دي بالنسبه لي الفقره اللي بيبقى طال انتظارها. هرجع بسرعه للترحيب بدكتور طارق ودكتور اسامه، وقلنا ان احنا نرجع لدكتور طارق انه كان عندك تعقيب وتعليق على الكلام اللي تفضل بيه الدكتور اسامه شعبي. هو طبعا سريعا اذا تم وقف اطلاق النار ان شاء الله يتم بصوره سريعه، هتبقى في اشكاليات ما بعد وقف اطلاق النار بالنسبه لما سيجري، بمعنى ان القوات الاسرائيليه هتبقى على الارض، مفيش حاجه اسمه انسحابات كامله، يعني هتبقى خارج المدن بما يمثل لديهم اي مشكله هيخشوا، تمام؟ وانت بالتالي مش هتوقف اطلاق نار بصوره كامله لانه هيبقى في اعاده ترتيب للاولويات بالنسبه للفلسطينيين الموجودين. ومش انسحاب، هو اعاده انتشار للقوات. اعاده انتشار واعاده تموضع، يعني ممكن يغير حضرتك الاماكن على حسب خارج مناطق التماس المدن. لكن في مشكله بقى، مين سيدير القطاع في هذه اللحظه؟ ده سؤال مشروع. وهذا السؤال مرتبط طبعا بانه الاسرائيليين عايزين العشائر. والعشائر بطبيعه الحال لها دور موجود دلوقتي بصرف النظر عن العلاقه بينها وبين عناصر حماس. الحاجه الثانيه لو الاعمار اللي احنا بنتكلم فيه اللي الدكتور اسامه اتكلم فيه، الاعمار محتاج الى هيئه دوليه ومحتاج مؤسسات مانحه ومحتاجه ضخ مليارات ومحتاج مراقبه لعدم الضغط على حماس بتوظيفها او باعاده تكوينها. طبعا مش عايز اقعد اناقش في موضوعات مرتبطه بالقوى العسكريه لحماس في رفح شكلها ايه وفي الاماكن، لانه مش في رفح بس، والاربع كتائب مش في موجوده زي ما الاعلام الاسرائيلي، لا ده موجوده في كل القطاع بصوره او باخرى. وبالتالي مخاوف اسرائيل من وقف اطلاق نار، في مخاوف بالنسبه للطرفين وفي مكاسب بالنسبه للطرفين لو وقف اطلاق نار عده اسابيع. حماس هتقدر تجمع بالفعل لانه شبكه الاتصالات بتاعت حماس في القطاع تقطعت بصوره كامله، تقطعت، لازم نعترف بهذا. وفي جزء منه هو مرتبط باسرائيل، لانه اسرائيل في مش هتقف تتفرج على حضرتك وانت بتجمع وبتعمل، فبالتالي في تشكك من قبل الطرفين، ودي اشكاليات اليوم التالي. الاشكاليات اليوم التالي مش مين يحكم القطاع استاذ يوسف، هي المرتبطه باداره القطاع. طبعا الخيارات بتبدا ب قوة عربية وتمر بقوة متعددة الجنسيات وبقوة أمريكية. الأمريكان بدأوا يعملوا قاعدة في جنوب إسرائيل. خليني بس أرتب النقاط اللي قالها أسامة. واحد بيعمل لك قاعدة في جنوب إسرائيل. هذه القاعدة هتبقى قاعدة رأس حربة للتدخل الأمريكي في أي لحظة. صح. هتقول إيه الجديد فيها؟ الجديد إنها تبقى قاعدة شاملة شبيهة بالقواعد اللي موجودة في الخليج. رقم واحد. وبالتالي هيبقى الولايات المتحدة من الآن بتقول لحضرتك لإسرائيل نحن سنحمي أمن إسرائيل على أرض الواقع رسمي. فأنا بحميك بشكل مباشر على الأرض. على الأرض. خلاص قاعدة وهيبقى ليها تحرك وليها انتشار. الحاجة التانية إنه المشروع اللي اشتغل بتاع المينا ده وبعد شوية هيبقى المطار وفتح منافس بره هتبقى بإدارة أمريكية. أمريكان طرحوا من حوالي شهر ونص فكرة شيطانية. قال لك هيبقى عندنا 1000 جندي وضابط من قوة القوى المركزية الأمريكية اللي هي سنتكوم اللي هي شغالة في الشرق الأوسط. دورها إيه يا جماعة؟ قال لك دورها في إنها تدخل المساعدات وتشرف عليها. طبعًا ده المعلن. اللي مش معلن إن هيبقى ليها دور على الأرض. هل هي هتراقب أو هتبدأ تدخل في مناطق في قطاع غزة وهتشرف على المعابر يبقى ليها دور؟ ففي تساؤلات كتيرة جدًا في هذا الإطار بالنسبة للجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي ليس وسيطًا بل شريك طبعا، فبالتالي الشريك في كل ما يجري، بالتالي شريك امني، شريك استراتيجي، وامور اخرى مرتبطه بالتواجد بقى على الارض، لان الولايات المتحده من النهارده زي ما قلت لحضرتك سياده النائب هي بتبني القاعده عشان تتواجد، مش هتمشي. الحاجه بقى الثانيه الاخطر هو الموقف الاسرائيلي. ناس فاهمه انه اسرائيل هي نتنياهو، ودي لازم نبقى واضحين فيها، ده كلام يعني مش صحيح. اسرائيل فيها مؤسسات وفيها مراكز قوه بتدير الدوله، وتدير الدوله
لكي تبقى على قيد الحياة. إسرائيل عندها مشكلة في حالة فوضى، احنا متابعين إسرائيل يوم بيوم، ففي حالة فوضى داخل إسرائيل بصورة كاملة، مش مجرد استقالات، رئيس شعبة الاستخبارات يستقيل، ضباط في التشكيلات يطلعوا، قوات الاحتياط مش عايزة تخش رفح، في اعتراضات، ده كلام الأساس حضرتك إن في حالة فوضى في الدولة. هذه الفوضى من المفترض أن يتم التعامل معها بجدية، إن احنا بنستثمر ده بصورة كبيرة عربيا وفلسطينيا، إن انت بترتب ده على خياراتك، ستتعامل مع حكومة الحكومة الإسرائيلية هذه أو حتى لم تم تغييرها، وأنا أعتقد أنه من المصلحة أن تبقى هذه الحكومة، لأنه تغييرها هيؤدي بحالة شلل كامل، لأنه الاثنين بيني جانتس ويائير لبيد لا يزنوا في المعادلة، وبالتالي قضية الجمهور الإسرائيلي يأثر ما يأثرش، التظاهرات نحطها في حجمها، المجتمع بيعاني من حالة أزمة وأزمة هيكلية، والدولة بأكملها بقى سيادة النائب مأزومة، الدولة مأزومة في حالة تأزم كامل، فإحنا في فرصة جيدة لينا النهاردة وإحنا بنتعامل مع هذا الكيان المأزوم والمذعور مما يجري، لأنه هو متخوف من إعادة إنتاج المقاومة، بالمناسبة هي مش قضية حماس، لا ده عنده هم كبير جدا في إنه هذه الحالة تستمر حتى لو وقف إطلاق نار، بيتكلم في تسليح حماس، بيتكلم على نزع السلاح، بيتكلم على أولويات كتيرة قوي المجتمع بيسأل كيف سنتعامل معها. طيب ده خليني هرجع بسرعة للدكتور أسامة أيضا قبل ما الحلقة دي تخلص وأنا يبقى في حاجة واقفة في زوري. طب هو أنا كمان عندي الواقع الفلسطيني واقع مأزوم، يعني لازم أبقى واقعي، عندي واقع مأزوم، لا تقف جميع فصائل المقاومة على نفس ذات الخط، ده ما دي حاجة. الحاجة الثانية أنا في عندي كمان يعني هسميها إيه، هسميها ارتباطات سياسية ما بين بعض الفصائل وما بين قوى إقليمية أو من الفواعل غير الدول في المنطقة، وقوى أيضا في خارج نطاق المنطقة، ممكن تبقى إيران، ممكن تبقى غيرها إلى آخره. يبقى أنا عندي أزمة جوا فلسطين وعندي أزمة جوا إسرائيل، الكلام ده بالنسبة لي بيوصل لي النتيجة إن أنا الوضع سوف يصل إلى مرحلة من مراحل الجمود، مش الحلحلة، ولا نعم؟ يعني خلينا نضع إسرائيل على جنب، ما يهمني أنا الساحة الفلسطينية. صح. أولا الدم الفلسطيني اللي سال خلال هذه الحرب ست شهور أو أكثر، أو 7 شهور، اقتربنا على 7 شهور، هذا الدم اللي سال لن يغفر التاريخ مطلقا للفصائل الفلسطينية مجتمع إن لم تتوحد بعد هذا الدم اللي سال المفروض لبناء الدولة الفلسطينية. كل الدم هذا اللي سال لن نترحم عليهم ولن نستطيع أن نترحم عليهم ولن يغفر لنا طالما أن هناك انقسام في الساحة الفلسطينية. حركة حماس في اليوم الذي بدأت الحرب فيه كان يجب عليها أن تطالب السلطة الفلسطينية بالدعوة لحوار ووحدة وطنية عاجلة وتشكيل حكومة طوارئ لتقود المشهد بشكل وحدوي، بدلا من أن تتفاوض بشكل منفرد يجب عليها أن تتفاوض باسم الشعب الفلسطيني كله مع القيادة الفلسطينية على كل التفاصيل بما فيها حل الدولتين، على أن نكون كلنا في خندق واحد مثل ما فعل نتنياهو. نتنياهو كان مأزوم إلى حد يعني الإسرائيليين بدهم يعلقوه على المشانق، المعارضة كان بني جنس كان يقف له بالمرصاد ويتعاملوا معه على أنه يعني خائن لإسرائيل، كانوا يتعاملوا معه لأنه هو الذي قسم إسرائيل وهو الذي يعني أوجد أزمة القضاء ليستمر في الحكم، بده يسيطر على القضاء، بده يدمر القضاء، المتدينين، السيطرة، أزمة الحريديم، الانشقاقات الداخلية في المجتمع البنيوي الإسرائيلي، كل هذا غفل عنه جنتس وغفل عنه المعارضة الإسرائيلية وشكلوا حكومة حرب عاجلا وفورا، وبالتالي هم استطاعوا الهروب من أزماتهم الداخلية نحو التماسك باتجاه المواجهة مع الشعب الفلسطيني ومع هروب للأمام. للأمام، وبالتالي تغاضوا عن كل الأزمات الداخلية، كان يجب علينا أن نتغاضى. والآن أنا بتمنى أن تنجح مصر في إحقاق المصالحة وقف إطلاق النار، ومن ثم الالتفات بشكل عاجل وفوري لتحقيق المصالحة، لأن المصالحة يعني التوجه نحو الإعمار، المصالحة تعني التوجه نحو الانتخابات، نحو إيجاد قيادة جديدة وقيادة يعني واعية تدرك مخاطر المرحله الجايه. يا دكتور اسامه، والا يكون هناك شعبين، شعب في 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 غزه وشعب وشعب وحكومه هنا وحكومه هناك، هو يعني شعب واحد، شعب المشكله واحد. الفصائل هي التي تقسم، العيش شعب واحد، الانقسام هو الذي يقسم، لان ده اللي هيدي لحضرتك المصداقيه. نعم. امام العالم ان تتحدث بصوت واحد، وبالتالي الوحده الوطنيه هي الهدف. لما دخلت مدريد ولما دخلت اوسلو انا دخلت باعتباري منظمه التحرير الفلسطينيه هي المظله الرئيسيه الشرعي الوحيد باسم الشعب الفلسطيني. انا الان لدي بدل المتحدث 2 وخلي الخشيه ان هم يبقوا 3 ويبقوا
يبقوا أربعة. هي دي الأزمة اللي والشعب الفلسطيني يا سيادة النائب ليس شعب فصائلي. دكتور أسامة يقول لك ليس شعبا فصائلي خالص. ناس متصورة لا ليس شعبا فصائلي. شعب فصائلي شعب مؤمن تماما. بس أنا عاوز أضيف نقطة مهمة في هذا السياق. الانقسام الفلسطيني إن لم ينتهي في هذه المرحلة بالذات فأنا أعتقد أن هناك إشكالية. النقطة الأخرى أن هناك أيضا دوافع إقليمية كما تفضلت في مداخلتك إلي سعادة النائب أن هناك قوى إقليمية تدفع باتجاه استمرار الانقسام. كلما مصر ما وحدت الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في مصالحة تأتي قوة إقليمية تدعم هذا الفصيل حركة حماس بالأموال حتى يستمر. بس مصر واعية بكل هذه التحركات. مصر فاهمة ده يعني مشاهد. مصر مدركة يعني متابعة لهذا الأمر. ده مشاهد. نتمنى أن الأطراف الفاعلة في فلسطين في الإقليم جوه فلسطين نبقى بس فاهمين أنه المصلحة معانا في القاهرة. أنا مش عايز منك حاجة ومش عاوز أستخدمك ومش بتعامل معك كجماعة وظيفية. أنا بتعامل معك لأنك تريد الاستقرار، تريد دولة كمان العضوية في الأمم المتحدة. صحيح. يبقى في عندك حكومة، يبقى في عندك متحدث باسم الحكومة ورئيس إلى آخره دولة. كنت أتمنى أن احنا نقعد مع دكتور طارق ودكتور أسامة أكتر من كده، بس أنا هنتهز الفرصة وهقعد أرغي معهم شوية كده، يعني أحاول أعطلهم قدر الاستطاعة. أتكلم معهم بعد ما البرنامج يخلص. حالا يكون موجود معاكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. كل الشكر أولا للدكتور طارق فهمي ودكتور أسامة شعت نورتوني. وإحنا لو كلنا العمر إن شاء الله هنقابلكم بكرة في نفس الميعاد، ولعل يكون معنا أخبار أحلى بكتير وبرنامجكم التاسعة. سلامات. شكرا. We'll be right back.